وسط تصعيد ميداني تعيد أوكرانيا بوصلة الحرب نحو شبه جزيرة القرم عبر ضربات مركزة باستخدام طائرات من دون طيار. الساعات الأخيرة شهدت قصفاً بعشرات المسيرات تمكنت الدفاعات الروسية وفق موسكو من إسقاط 14 منها، في حين حيدت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات. يأتي ذلك في أعقاب إحباط هجوم سابق بصاروخين من طراز S-200. سلطات القرم الموالية لروسيا قالت إن هذه الحوادث لم تلحق أضراراً بالجسر، ولكن أشارت إلى توقف حركة المرور عبره مؤقتاً، بينما نددت الخارجية الروسية باستهداف المعبر الحيوي وتعهدت بالرد على الهجمات. وجسر القرم كثيراً ما كان في مرمى المسيرات الأوكرانية، بما في ذلك زوارق مسيرة من البحر، وتكمن أهميته في أنه شريان حيوي يربط شبه الجزيرة بروسيا عبر مضيق كيرتش، كما أنه يعد الجسر الأطول في أوروبا إذ يمتد على مسافة 19 كيلومتراً، وهو هدف رئيسي للهجوم المضاد لقطع طرق الإمداد عن خطوط الدفاع الروسية على الجبهتين الجنوبية والشرقية، فيما تعد القرم قاعدة خلفية رئيسية للقوات الروسية، وفيها يتمركز الأسطول الروسي في البحر الأسود، ومنه تستهدف موسكو البنية التحتية للمدن الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز، وتطمح كييف لإضعاف قوته بمسيراتها المفخخة، وقد استهدفت مراراً قاعدة ساكي الجوية هناك إلى جانب مستودعات أسلحة وذخائر. وتزايدت هذه الهجمات لاسيما بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب وقصف الموانئ الأوكرانية والتهديد باستهداف جميع السفن متجهة إليها. ومع ذلك تحمل الهجمات بالمسيرات الأوكرانية رمزية لأنها تؤكد حرص كييف على استعادة شبه جزيرة القرم.